بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله بحول الله سوف نرى تمرين حول المقارنة والترتيب الأولى ثانوي علمي. هذا التمرين مأخوذ من الكتاب المدرسي رقم 17 صفحة 43. السؤال ماذا يقول؟ قارن دون استعمال الحاسبة كل عددين فيما يلي. هذا العددان أولا، 1 على 3 جذر 2 و 1 على 2 جذر 3، 1 على جذر 2 زائد 1 و جذر 2 ناقص 1، ثم جذر 2 جذر 7 ناقص 8 و 1 زائد جذر 7، و العددان جذر 5 زائد 2 جذر 6 و جذر 2 زائد 3. الآن سوف نقوم بمقارنة كل عددان على حدة، تابعوني جيدا. الآن سوف نقارن بين هذان العددان. الآن لمقارنة هذان العددان، لاحظ جيدا معي ماذا سوف نفعل. لاحظ، ركزوا جيدا معي، هذان العددان لهما نفس البسط، لو تلاحظون لهما نفس البسط، ولكن المقامات هنا مختلفة. هنا شيء صعب جدا أنني أقول أن هذا أكبر أو هذا أكبر. هناك عدة طرق للمقارنة، سوف أقوم بالطريقة السهلة جدا. هنا لو تلاحظون هنا في هذا الكسر، المقام هو عدد غير ناطق، وأنا دائما أقول أن عندما ترون كسر مقامه غير ناطق اجعلوه ناطق. معناه سوف أخذ الكسر الأول، 1 قسمة 3 جذر 2، ماذا أفعل؟ أرجع المقام عدد ناطق. ولكي أرجع المقام عدد ناطق ماذا علي أن أفعل؟ أضرب المقام والبسط في نفس الجذر. سوف أستعمل هذه الطريقة وأرى إذا كانت تساعدني. ثم ماذا؟ وأخذ الكسر الثاني أيضا، أضرب المقام والبسط في نفس الجذر لكي أتخلص من هذه الجذر 3، أضرب في المرافق، وهنا لأتخلص من جذر 2 أضرب في المرافق. الآن ماذا تصبح؟ يصبح الكسر الأول عبارة عن جذر 2، ركز جيدا، جذر 2 قسمة ماذا؟ 3 في ماذا؟ جذر 2 في جذر 2 هي 2، هذه 2 وأضربها في 3، فماذا تصبح؟ تصبح 6 هكذا. ومن هنا ماذا تصبح؟ 1 في جذر 3 هي جذر 3، جذر 3 في جذر 3 كم هي 3، 3 في 2 كم هي 6. ألاحظتم معي ماذا أصبحت؟ 6. الآن لهما نفس المقام، ماذا أقارن؟ البسطين فقط. لمقارنة البسطين، من هي الكبيرة، جذر 3 أم جذر 2؟ لاحظ جيدا، تابعوا معي في المسودة، 3 أكبر من 2 بطبيعة الحال. لو أضيف من هنا الجذر ومن هنا الجذر، هل هذه المتراجحة تتغير؟ لا تتغير. تقول لك القاعدة، إذا كان A أصغر من B، جذر عندما أدخل من هنا الجذر ومن هنا الجذر لا تتغير اتجاه المتراجحة. معناه جذر 3 أصغر، عفوا، أكبر من جذر 2. ها قد ماذا فعلت؟ قارنت بين العددين بدون استعمال الآلة الحاسبة، مباشرة بالقوانين. قل لي كيف فكرت أن تضرب في جذر 2 وهنا في جذر 3؟ بطبيعة الحال أنا لدي تفكير واحد، عندما أرى كسر وفيه الجذر في المقام أريد أن أتخلص من ذلك الجذر. إذا لاحظت كسر ولدي علامة ناقص في المقام أتخلص من علامة الناقص. دائما الكسر مقامه اجعلوه عدد ناطق، اجعلوه بدون جذر. عندما تجعلونه بدون جذر سوف يسهل علي ماذا؟ سوف يسهل علي الحساب والعملية. الآن ننتقل إلى العددان الآخران، تابعوا معي. الآن ركزوا، هذان العددان، لاحظ جيدا هذان العددان، لكي أقارن بينهما هنا صعب نوعا ما للمقارنة. لاحظ جيدا، هذا العدد لا يحتاج إلى تبسيط، جذر 2 ناقص 1 لا يمكنني تبسيطه. الآن هنا لاحظ إلى هذا العدد يحتاج إلى تبسيط، المقام فيه الجذر، معناه أحاول أن أتخلص في المقام من هنا. لاحظ جيدا، سوف 1
على جذر 2 زائد 1. لكي أتخلص من المقام، اللي نتخلص من الجذر في المقام، نضرب في المرافق. المرافق ماذا يقول؟ يقول لي اضرب في جذر 2 ناقص 1. هذا هو المرافق، معنى هنا زائد نضرب في الناقص، إذا كانت هنا ناقص أضرب هنا في الزائد. وعندما نضرب المقام نضرب أيضا البسط، معناتها 1 في جذر 2 ناقص 1 بهذه الكيفية. ماذا يصبح هذا العدد؟ لاحظ جيدا وركزوا، لاحظ جيدا، في البسط تصبح جذر 2 ناقص 1، في المقام عندي من الشكل A زائد B، في ماذا؟ في A ناقص B. ماذا تصبح؟ تصبح A مربع ناقص ب مربع، هكذا معناه. هذا هو القانون الذي سوف استعمله، معناتها ماذا تصبح؟ تصبح جذر 2 مربع ناقص 1 مربع. وماذا تصبح؟ تصبح في البسط جذر 2 ناقص 1 على جذر 2 أس 2 هي 2 ناقص 1. ماذا تصبح؟ تصبح جذر 2 ناقص 1 قسمة ماذا؟ قسمة 1، والواحد هنا يمكنني الاستغناء عنه، معناه ماذا تصبح؟ تصبح جذر 2 ناقص 1. معناه أستنتج هذا ماذا أصبح؟ أصبح هو نفسه هذا. لاحظ جيدا، معناه نستنتج أن 1 على جذر 2 زائد 1 ماذا؟ جذر 2 ناقص 1 أصبح يساويه. لماذا؟ لأن هذا هو نفسه هذا، معناه هنا علامة ماذا؟ تساوي. لقد قمت بالمقارنة، معناه هذان متساويان. لكي تتأكدوا من ذلك قوموا بحساب الآلة الحاسبة، قوموا بحساب هذا العدد، سوف تجدونه يساوي نتيجة هذا العدد. هنا لاحظ جيدا، هذا عندما أعطوه لنا جذر 2 ناقص 1، نفكر دائما أن هذا سوف يكون مثله، يشبهه على نفسه. بمعنى ماذا؟ هنا لدي كسر، وهنا لدي الجذر في المقام، أتخلص من الجذر في المقام فقط. لكي أتخلص من الجذر في المقام أضربه في المرافق. الآن لننتقل إلى العدد الثالث، ركزوا في هذا العدد. ماذا لدي؟ لدي 2 جذر 7، جذر 2 جذر 7 زائد 8، وهنا 1 زائد جذر 7. من هو هنا؟ يجب المقارنة، هنا يصعب لدي المقارنة، أكبر أو أصغر أو تساوي بدون استعمال الآلة الحاسبة. ماذا أفعل؟ هذا العدد لا يقبل إلى تبسيط، معناه هو مبسط، معناه يجب تبسيط هذا العدد لكي أستطيع المقارنة. لاحظوا جيدا في هذا العدد، سوف أقوم بالتبسيط. جذر هكذا 2 جذر 7 زائد 8، كيف أبسطه؟ لكي يجب علي أن أجرب جميع الطرق، جميع الطرق. ما لا يمكنني فصل الجذرين 2 جذر 7، لا يمكنني كتابة هذا الشكل، لا يمكنني كتابة هذا الشكل 2 جذر 7 زائد جذر 8، لا يمكنني. لماذا؟ لأن لدي قانون، ماذا يقول لي؟ جذر A زائد B لا يساوي جذر A زائد جذر B، هذا قانون، معناه هذه الكتابة خاطئة، يجب علي أن لا أكتبها. أيضا ماذا؟ هنا سوف أفكر في ماذا؟ في متطابقة شهيرة. لماذا؟ لماذا؟ لو أستطيع أن أكتب هكذا، لأن المشكل هنا أين؟ المشكل هنا هو هذا الجدر، هذا الجدر، هذا الجدر هو المشكل الذي سوف أكتبه باللون الأحمر. هنا المشكل في هذا الجدر، يجب علي أن أتخلص منه، ولكن كيف أتخلص منه؟ إلا إذا كتبت هذا العدد على هذا الشكل، عدد أس 2، لكي الأس 2 يتخلص من الجدر. معناه فهمتم الفكرة؟ الفكرة أنني هذا العدد أكتبه على شكل قوس أس 2 لكي الأس يخلصني من هذا الجدر، لكي أصل إلى عدد يشبه هذا العدد، أو يسهل لي مقارنته مع هذا العدد. الآن ما هي الطريقة أو ما هي المتطابقة لكي تجعلني أن أكتب هنا الأس 2؟ فقط متطابقة شهيرة، اللي هي ماذا؟
A زائد B مربع أو A ناقص B مربع فقط. لماذا؟ لأنني إذا كتبت هذا الذي داخل الجدر كتبته من هذا الشكل فسوف الأس يخلصني من الجدر. معناها هيا بنا لنفكر. لاحظ هذا العدد هو صعب نوعا ما، نرى هذا العدد. لاحظ جيدا، هذا لدي هنا ماذا؟ زائد، وهنا ناقص. ماذا لدي هنا؟ زائد. معناتها ما هي التي أفكر فيها بطبيعة الحال؟ هذه الأولى. معناتها الثانية لا أفكر فيها. هذا ماذا تساوي؟ A مربع زائد B مربع زائد 2AB. عندما تكون لديكم هكذا اذهبوا لهذه هذه، لاحظوا جيدا معي، لأن ماذا؟ A مربع هنا غير واضحة، لا يوجد تربيع أبدا في هذان الحدان. ب مربع لا يوجد تربيع هنا، معناه هذان صعبان، هذا هنا هذان أ مربع أو ب مربع صعب صعب نوعا ما. أرى هذه اثنان في أ في ب، هل هي موجودة هنا؟ لاحظ جيدا، اثنان في واحد في جدر سبعة. لاحظ جيدا، أليست هي اثنان في أ في ب؟ هيا بنا، معناه هذه اثنان للقانون، وأ كم؟ أ هي واحد، وجدر سبعة هي ب. هيا لنجرب. معناه هنا يقول لي ب هكذا، يقول لي أن أ زائد ب مربع. الأ هي ماذا؟ هي واحد، أكتبها، أنزع الأ وأكتب الواحد، معناتها هي واحد. الب هي كم؟ هي جدر سبعة. لاحظ جيدا، أنزع الب وأكتبها جدر سبعة. أنشر، أقوم بالنشر وأرى إن أتحصلت على هذه أم لا. هيا بنا، ماذا تساوي؟ تساوي واحد مربع زائد جدر سبعة مربع زائد اثنان في واحد في جدر سبعة هكذا، وتساوي ماذا؟ واحد مربع هي واحد زائد جدر سبعة مربع هي سبعة زائد اثنان في واحد هي اثنان جدر سبعة. لاحظ جيدا، هذه ألا تشبه هذه؟ تقول لي تشبهها نوعا ما. لماذا؟ لماذا؟ لاحظ جيدا، اثنان جدر سبعة تقول لي ها هي، ولكن هنا لدي ثمانية وهنا واحد زائد سبعة، ولكن أقول لك أن واحد زائد سبعة هي نفسها ثمانية، معناه يمكنني كتابتها على هذا الشكل، اثنان جدر سبعة زائد سبعة زائد واحد. وهذه أليست هي نفسها هذه؟ هي نفسها. وهذه أليست نفسها هذه؟ هي نفسها. معناه يمكنني كتابة هذه هي متطابقة التي تقول لك ماذا؟ واحد زائد جدر سبعة مربع. لو تقومون بنشر هذه سوف تتحصلون على هذه، وهذه هي نفسها هذه، لأن اثنان جدر سبعة هي هذه، وزائد هي هذه، وسبعة زائد واحد هي ثمانية بهذه الكيفية البسيطة جدا. الآن الأس يخلصني من الجدر، معناه تصبح لي واحد زائد جدر سبعة. تحصلت على أن هذه هي نفسها هذه، معناه أقوم بالمقارنة الآن، المقارنة بعد التبسيط. ماذا تصبح؟ تصبح اثنان جدر سبعة زائد ثمانية، وأقارنها مع واحد زائد جدر سبعة. لاحظ هذه هي نفسها هذه، إذن هذه تساوي هذه، معناه هنا علامة تساوي، إشارة تساوي. ألاحظتم الفكرة أين؟ فكرتي أنني هذه ماذا أرجعها؟ أرجعها على شكل متطابقة أس اثنان. لماذا؟ لأن المتطابقة هي الحل الوحيد لكي يخلصني من هذا الجدر بهذه الكيفية. الآن تساوي هنا. الآن نذهب إلى العدد الآخر، ركز معي جيدا في هذا. الآن سوف أشرح هذه بالتفصيل والحلول الممكنة التي تأتي على ذهن الإنسان. تابع جيدا معي هنا، هذا العدد لا يمكنني تبسيطه، وهذا هنا يمكنني. كيف ذلك؟ لنتابع. جدر
خمسة زائد اثنان جذر ستة. قلت لكم هنا لا يمكنني تفصيل الجذور، صح؟ جيدا معي، تقول لي لنطبق الفكرة التي طبقتها هنا، ولا علينا نطبقها. هنا قلت لكم أن اثنان في واحد في جذر ستة مكتوبة هكذا، معناه هنا تقول لي أن ماذا؟ اثنان للقانون، هذه اثنان في آ بي هكذا، بحيث أن الآ هي واحد وجذر ستة هي بي، معناه تقول لي أن ماذا؟ الآ هي واحد زائد جذر ستة هكذا مربع. هنا إنني أبحث أن أكتبها على هذا الشكل هكذا. هذه ماذا تعطيني لي؟ إذا أعطتني هذه النشر نتاعها، إذا أعطاني هذا فقد وجدت النتيجة. الآن ماذا أفعل؟ أنشر واحد مربع زائد ب مربع جذر ستة مربع زائد اثنان في آ ب في واحد في ب اللي هي جذر ستة. ماذا تصبح؟ تصبح واحد زائد جذر ستة مربع كم؟ هي ستة زائد اثنان جذر ستة. تقول لي اثنان جذر ستة ها هي، إنني أطابق، ولكن هنا ستة زائد واحد وهنا خمسة، هل ستة زائد واحد تساوي خمسة؟ لا، هنا سبعة، معناه هنا سبعة وهنا خمسة، معناه هنا هناك خلل، معناه المتطابقة التي أبحث عنها ليست هي واحد زائد جذر ستة مربع، معناه هناك خلل في الآ، في هذا الآ وفي هذا البي، معناه آ لا يمكنه أن يكون واحد وبي لا يمكنه أن يكون جذر ستة. يجب علي تبديل التفكير، يجب أن أفكر في شيء آخر. لاحظ جيدا لنبحث، ولكن نفس المعلومة، معناتها نفس الفكرة، يجب علي أن أرجعها على هذا الشكل. تقول لي ليس، لماذا ليس ناقص؟ لأن لدي الزائد هنا، معناه أفكر في هذه الأس اثنان، لأن الأس تخلصني من الجذر. هناك عدد هنا يمكنني أن أفككه، أين هو؟ أين هو العدد الذي يمكنني تفكيكه؟ لاحظ جيدا، زائد اثنان أليس هو هذا جذر ثلاثة في جذر اثنان؟ هو ماذا؟ هو جذر ستة. ولو تلاحظون جذر اثنان جذر ثلاثة أعطوها لي في العدد الآخر، معناه ماذا فعلت؟ فككت هذا. الآن لاحظ جيدا، أليست هنا من الشكل اثنان في آ في بي، هنا الآ هو ماذا؟ جذر ثلاثة، وهنا البي هو بي هو جذر اثنان، معناه الآ هذا هو ماذا؟ هو جذر ثلاثة، والبي هو ماذا؟ هو جذر اثنان. لنجرب، هيا بنا لنجرب. ماذا تصبح لدي هنا؟ تصبح هكذا، قلنا أن الآ هو جذر ثلاثة زائد جذر اثنان، إذا عكستهم نفس الشيء، لا يوجد أي مشكلة لأن الزائد بينهما. الآن تساوي مربع، لا ننسى المربع، سوف ننشر ونرى إن تحصلت على هذه، إذا تحصلت على هذه يمكنني تعويضها. الآن لننشر، ماذا تصبح؟ جذر ثلاثة مربع أ مربع زائد ب مربع زائد اثنان في أ في ب هكذا، اثنان في أ في ب. ماذا تصبح؟ جذر ثلاثة أس اثنان هي ثلاثة زائد جذر اثنان أس اثنان هي اثنان زائد اثنان جذر ثلاثة جذر اثنان في. بطبيعة الحال هنا يمكنني جمع الثلاثة مع الاثنان، هي خمسة زائد اثنان جذر ثلاثة في جذر اثنان. لا يمكنني جمع الخمسة مع الاثنان لأن هنا لا يوجد لدي جذر ثلاثة وجذر اثنان. لاحظ جيدا، أليست هذه هي نفسها هذه؟ نعم. معناه ماذا نستنتج؟ نستنتج أن هذه هي يمكنني تعويضها بهذه، معناه يمكنني كتابة هذا الشكل، كتابة هذا الشكل. لاحظ جيدا، جذر ثلاثة زائد جذر اثنان أس اثنان. لماذا؟ عندما أنشر هذه تتحصل على نفس هذه. الآن ماذا نفعل؟ الأس يذهب الجذر، معناه كم تصبح؟ تصبح مباشرة جذر ثلاثة زائد جذر اثنان.
بهذه الكيفية البسيطة جدا. الآن تسهل لدي المقارنة، الآن سوف أقارن. ماذا أقارن؟ أقارن ما بين جدر 5 زائد 2 جدر 6 وماذا؟ جدر 2 زائد جدر 3، ونرى أن هذه ماذا أصبحت؟ أصبحت هذه. إذا نقارن بين هذه وهذه، هذان الاثنان هما نفسهما، جدر 2 جدر 3 زائد جدر 2 هي نفسها جدر 2 زائد جدر 3، معناه هي نفسها، معناه هنا ماذا؟ تساوي. ألاحظتم الفكرة كيف هي؟ دائما عندما ترون الكسر وفي المقام الجدر ماذا نبحث؟ نبحث عن التخلص من ماذا؟ من الجدر في المقام. هنا مثل هذا السؤال وهذا السؤال، عندما يعطي لنا هكذا أفكر في هذه المتطابقة أو هذه. إذا كانت هنا زائد أفكر في متطابقة الزائد، إذا كانت هنا ناقص أفكر في متطابقة الناقص. ولكن ماذا؟ هذا العدد، هذا الذي فيه الضرب هو الذي ينقذني. لماذا؟ لأنه هو الذي أكتبه من الشكل 2AB. عندما يكون يشبه هذا معناه وجدت الأول بي، وبعد ذلك أقوم بماذا؟ بالمتطابقة. هنا الفكرة، في السنوات الماضية كانوا يعطوا لكم ماذا؟ يعطوا لكم هذه وأنتم تقومون بالنشط، تجدون هذه. الآن العكس، هما يعطوا لكم هذه وأنتم ترجعونها على شكل هذه فقط، بطريقة بسيطة جداً.